خلينا نروح لمراسلنا كريم احمد من ارض الملعب عشان ينقلنا الاجواء. اتفضل يا كريم. مرحب بيك طبعا كابتن هيثم السعيد كباتننا الكبار في الاستوديو التحليلي كل جمهور النادي الاهلي. يعني الحقيقه كابتن هيثم ان شاء الله متفائلين كلنا بالماسترز فريق طبعا رجال الكره للطائره ان شاء الله باذن الله. النهارده مباراه هامه ومرتقبه، نهائي كاس مصر الاهلي والزمالك على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. ان شاء الله باذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي ويقدر النادي الاهلي يحافظ على اللقب 22 ليدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. الحقيقه كابتن هيثم طبعا يعني بنشيد الحقيقه بصاله هيئه قناه السويس، مديريه امن الاسماعيليه الحقيقه طبعا هنا موفره كل الامور، مفيش اي مشاكل خالص بتعوق الدخول والخروج، كل اللعيبه الحمد لله دخلت. عارف طبعا مفيش جمهور، امر محزن شويه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، لكن بنامل ان شاء الله بقى مع قله العدد بالنسبه للكوفيد 19 يعني شايفين الحمد لله وزاره الصحه ويمكن البيانات خلال الايام الماضيه بتقل بشكل كبير جدا، بنامل ان شاء الله ان احنا نوصل لرقم صفر في مصر لتكون الجمهور من جديد بتتواجد في مدرجات النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، سواء في الالعاب الاخرى وايضا كمان في كره القدم. في هذه اللحظات يا كابتن هيثم يمكن المباراه حماسيه وقويه جدا، الاتحاد السكندري وايضا طلائع الجيش 2-1 لطلائع الجيش، يمكن الشوط الثالث كمان 7-2 للاتحاد السكندري. جيم قوي وصعب جدا، واضح ان يمكن الكل مركز جدا على المركز الثالث والرابع، لكن اللي بيهمنا اكيد يا كابتن هيثم طبعا هي مباراه الاهلي والزمالك. الفريقين متواجدين، فريق النادي الاهلي متواجد في الاسماعيليه يمكن اكثر من يوم، يمكن كمان الكابتن محمد مصلح الحقيقه المدير الفني لفريق النادي الاهلي النهارده صلاه الجمعه كانت صباحا انت عارف يا كابتن هيثم، ويمكن كمان 4 عصرا كانت محاضره فنيه للكابتن ميدو اللي اكد على اهميه المباراه، اكد على اهميه البطوله. الحقيقه الفتره اللي فاتت كل اللعيبه عندها امل كبير جدا ان شاء الله ان احنا نحقق الثنائيه، ومش بعيد، ما بنتكلمش على اشواط، ما بنتكلمش ان النادي الاهلي يفوز 3-0 او غيره يفوز 3-0، على قد ما بنتكلم ان المباراه اخيرا تكون من نصيب النادي الاهلي. الامور الحمد لله طيبه جدا لكل اللاعبين، منتظرين بس تنتهي مباراه الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، لكن يعني اقدر اقول لك الموضوع ممكن يطول شويه لان يمكن نقطه نقطه ماشيين نقطه نقطه يمكن الاشواط، لكن بنامل ان شاء الله باذن الله تنتهي في ميعادها ونقدر ان شاء الله نتابع مباراه الاهلي والزمالك بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي، اللي باذن الله ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. حضور النهارده حتى هذه اللحظه معالي الوزير طبعا الرياضه الاسبق العامر فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للدكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد، وفي انتظار ايضا كمان توافد اعضاء مجلس الاداره لمتابعه هذه المباراه. الامور الحمد لله طيبه، بنتمنى بس التوفيق يكون معانا النهارده، وايضا كمان قرارات الفنيه مميزه جدا لكابتن محمد مصلح يكون ليها تاثير النهارده مع كل نجوم النادي الاهلي. كريم احمد مراسلنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين ده كان طبعا مراسلنا من ارض الملعب.